الناس كلها صعب عليها لاعب اعلن عن رغبته بمنتهى اللهفه والحماس، بس الساعه ما اسعفتهوش، كان باقي ساعتين عشان يتقفل الميركاتو الشتوي دون ان يحقق رغبه هذا اللاعب. نشوف رامي صبري. اسمك ارتبط مع النادي الاهلي بقوه في الساعات الاخيره، كان في مكالمه مع كابتن علاء عبد الصادق طمنك فيها، احكي لنا تفاصيل اللحظات الاخيره وايه اللي بتفكر فيه في الساعتين، وخاصه مع تحقيق حلمك اللي انت قلت عليه في الانتقال للنادي الاهلي. والله يا مصر انا عشت كذا يوم يعني بصراحه في حلم، بصراحه ان انا متواجد جوه النادي الاهلي، وبشكر فعلا فعلا بشكر كابتن علاء عبد الصادق. الراجل ده وقف معايا وعلى طول معايا بيكلمني، بس هي الفكره في اداره نادي انبي طبعا اداره محترمه، وبشكرهم طبعا على تمسكهم بيا. هم كانوا رافضين الموضوع، بس كابتن علاء صادق بيحاول لاخر لحظه، وانا باذن الله برضو يعني فاضل ساعتين، انا مش هيأس، لا هطلع وهحاول لاخر لحظه مع اداره نادي انبي ان انا يدوني فرصه ان انا اروح النادي الاهلي، وده شرف ليا طبعا. انا رحت لعبت ماتش مع النادي الاهلي وكان شرف ليا في ماتش اتلتيكو مدريد، فعلا حسيت ان انا فعلا بلعب كوره فعلا. كابتن علاء صادق قال لك ايه بالنص في المكالمه؟ قال لي يعني هو كلمني الراجل قبل الماتش، قبل ماتش الزمالك، فقال لي ان انت تروح وتلعب وتركز يا رامي عشان ما تتصابش على الاقل، وباذن الله باذن الله احنا هنحاول لاخر لحظه ان انت تبقى موجود معانا في النادي الاهلي، وطبعا ده شرف ليا اكيد. وبشكر كابتن علاء صادق تاني لان الراجل ده واقف معايا كتير فعلا، مش في الموقف ده بس، لا من زمان. وانا مش يعني بصراحه مصر انا مش هيأس بصراحه لان ده حلم. انا هطلع دلوقتي احاول برضو مع اداره نادي انبي ان انا ابقى متواجد جوه النادي الاهلي باذن الله. اخيرا اكيد جماهير الاهلي سعيده بالكلام ده، ايه سر تمسكك بالاهلي للدرجه دي؟ عشان النادي الاهلي يعني انا مش عارف يعني مش عارف اتكلم بصراحه، مش عارف اتكلم عليه لان لو اتكلمت مش هدي له حقه طبعا. النادي الاهلي نادي كبير، احسن نادي في افريقيا، من ثاني احسن نادي في العالم بطولات، ياخد بطولات، فاكيد اكيد شرف ليا طبعا. وانا اصلا من عامه انا بحب النادي الاهلي جدا، يعني انا راجل انا بحب النادي الاهلي وانا راجل اهلاوي، فاكيد شرف ليا طبعا اكون متواجد جوه النادي الاهلي. وبشكر كل طبعا الجهاز الفني جوه النادي الاهلي اللي هم كانوا حاطين ثقه فيا ان انا ابقى موجود معاهم، وباذن الله باذن الله انا هحاول خلال الساعتين دول ان انا اكون موجود معاهم باذن الله. لاعب كان عنده هذه الرغبه، خد بالك الكلام ده الساعه 10 بعد الماتش على طول، فكان باقي يا دوب 120 دقيقه ويتقفل بقى باب الماركاتو، قفل على صباعه يعني قبل ما الراجل، بس لعيب محترم، لعيب راجل في الملعب مظبوط، عنده شخصيه الاهلي،